حسنا كان عندنا الوقت باش نحضروا الفريق تاعنا، وين درنا تربصات كثيره، وين رحنا لتكجده درنا تربص مغلق كذلك في بجايه، واخر تربص كان في استوالي وين درنا يعني عده مقابلات وديه باش نحضروا الفريق. العام اللي فات كما قلت ضيعنا الصعود في اخر جوله، والسنه ان شاء الله نعمل باش نحقوا يعني الهدف تاعنا هو الصعود ان شاء الله، وباش ديجا نفرحوا المحبي الفريق الموت. جينا باش نمدوا الاضافه ان شاء الله لهذا الفريق باش يطلع الدرجه الاولى، وكما يقول لك خاصه الانصار اللي يستناو بزاف منا باش نفرحوهم ان شاء الله. اذا هو فريق مولودية بيجا.